الحميدي فاطمة أستاذة الفنون التشكيلية، فنانة تشكيلية. كان نظم هذا المعرض مع جمعية برج الأقلاق والمركز الثقافي بمناسبة مهرجان ليالي رمضان الفنية تحت شعار رمضان سمو وإبداع. هذا المعرض هو تحت عنوان إصرار. لماذا إصرار؟ أو إصرار على ماذا؟ هو إصرار على الحياة، إصرار على استمرارية الحياة، إصرار على العطاء. بالرغم من هذه الأوقات العصيبة اللي عشناها واللي باقي كنعيشوها، احنا مصرين على الحياة وعلى كيف ما قلت استمرارية الحياة. وكيف ما كتلاحظوا أنا أعبر باللون الأخضر، أعبر باللون الأخضر لرمزيته، أعبر باللون الأخضر لأنه له أبعاد كثيرة. بالإضافة للون الأخضر فأنا أعبر بالكولاج، يعني كتلقى لابانتور ومعها الكولاج. الكولاج ديال المواد، مواد تستخدم للمهام الصعبة، يعني كنلقاو هاد المواد في حال الخيش، في حال القنب، كيف ما قلت كتستخدم للمهام الصعبة. فأنا كنقصد نعبر بها على ديك المهام الصعبة اللي كنعيشوها في الحياة ديالنا، وخاصة في الأوقات، في الوقت الحالي اللي احنا فيه. صحيح، فأنا في الحقيقة جيت سعيدة بهذا الحضور الكبير، في الحقيقة فرحانة بزاف. جاو عندي ناس من أماكن مختلفة من المغرب. كان توافد ديال الناس كثيرة، فاش نقول لك، خنتني التعابير لأنني بالفعل جيت سعيدة بهذا الإقبال الكبير، خاصة وحنايا خارجين في حال اللي قلنا من واحد الوقت عصيب، محتاجين في حال هاد التظاهرات، محتاجين في حال هاد اللقاءات، محتاجين لصلة الرحيم فيما بيننا. نحو الأفق البسيط، لطالما اندفع حالمًا حاملا فرشاته والألوان، لا يمل ولا يكل حين يهدي للعين سحرا يهدم بسلطة اللون كل العوائق، حين يختم اللوحات في تجريده أسرار وفي تحليلها انبهار. لا يحكي، لا يتحدث لأحد، فقط فرشات ولوح وألوان تشهد تألق الفراشات. شكرا.